أحلامي. أصعب ما فيك الشك والأوهام، بين الأمل واليأس لينا احتار، والحيرة تسرق فرحة الأيام. أجمل ما فيك يا دنيا راحة البال، أصعب ما فيك البعد والترحال. ولا انتوا اصلا مين؟ انتوا الحقيقة ولا ناس تانيين؟ وازاي نشوف الاصل من الصورة؟ كل الوشوش غرقانة في التلوين. اجمل ما فيك يا دنيا راحت البال، أصعب ما فيك البعد والترحال. وإزاي نداري الخوف من المجهول وقلوبنا تايهة وفيها ألف سؤال؟ إزاي إزاي يا دنيا؟ اهلا بالمتولي. اهلا. ايه رايك بقى يا خواجه؟ بتجنن. طب بتجنن عبقري انت العبقري اللي انت صبور مش هيك. لكن يا اخي الشغل بده صبر، عيش كتير بشوف كتير. عنده بهتيك بالدماغ. ايوه بس الصبر مر قوي يا خواجه. انت ما تقطوش دخلك. شو طعم طوب؟ هدوقهولك باذن الله، بس ما تستعجلش. يلا بقى اديني حقي واتكل انت على الله. ليه الكلام هذا اللي بيزعل؟ ما بيزعل الحق خيي. يلا حاضر. لحظه. ايه بتجنن انا متولي؟ فضل خي حقك. لا يا خواجه انا كده بقى اللي هزعل. لسه ناقص باكل. لا هيك كتير. هيدا طمع بسموه. الطمع ايه اللي ما جمع يا خواجه؟ ده انا شفت الويل عشان البلوه دي. هيدي ما اسمها بلوه، هيدي نعمه. ايوه نعمه، واللي بيكرهها بيعمى. بس بلوه فشلها وما جايبها لغايه هنا. يعني شو بدك هلا؟ باكو زياده. حاضر يا خي متولي. وهي بابو كمان. ها تعيش يا امير الامراء. تعرف انت ما كتير عليك هالشيء؟ ها؟ لانك فكرت تجيبني لهون حتى ما حدا يشك فينا. لا في اللي يشك يا خواجه. شو؟ انا شك؟ لا بشو؟ بمهموس كبير قوي يا خواجه. مهموس؟ شو هو المهموس داخلك؟ هدوق لك المهموس مع الصبر ان شاء الله. ماشي اتكل انت على الله بقى. يلا. شوف وشك بخير يا خواجه. نعم يا مؤاخذ. مفتاح الشقه اللي معاك حبيبي. ايه تفضل. ايه بدك شي بعد؟ لا اتكل انت على الله. شكرا فيك. طريق السلامه يا شرباه. الله معك حبيبي. الله معك يا خواجه. دلوقتي هتدوق المهموز والصبر مره واحده.
عامل يا عبي بس خلاص ماشي ماشي يلا خذوه. زعلان منه طبعا، لانه مش متصور ان في ابن يعمل كده مع ابوه، رغم ان انا حاولت افهمه ليه تصرفت التصرف ده. ربنا يحميك يا نديم. انت ابن بر يا حبيبي، وربنا باذن الله هيعوضك وبكره تشوف. انا بس مش عايز ابويا يغضب عليا يا طنط. بكره ينسى كل حاجه، ده انت ابنه مهما كان. يلا بقى عشان ننام. انام فين؟ هنا طبعا. لا معلش، انا جيت عشان اديكم العنوان اللي انا فيه. انا قاعد عند واحد صاحبي بيدرس هنا، هو اساسا من الارياف. البيت هنا واسع ويستعمل الحبايب مية. وانت اعز الحبايب. انسى حكايه انك تروح دي، انت حبات هنا يعني حبات هنا. صدقني مش هقدر، لازم امشي. لازم يعمل كده، ده نديم فتح عينينا على حاجات كتير قوي ما كناش شايفين، وربنا اراد يصحينا. الف حمد وشكر ليك، الف حمد وشكر. يا ماما اللي كان ماما بيطالب بيه ده حقه وحقنا. لا لا مش حق، هتفضلي تضحكي على نفسك لحد هناك. إنه بابا يقوم ويرجع زي ما كان. سوري هنعمل إيه دلوقتي؟ يا دكتور للأسف قلبه ضعيف جدا ولازم يتنقل للمستشفى فورا على إذنك. معلم هتشتري ولا نبيع لحد غيرك؟ لا هنشتري يا معلم مدبولي بالسعر اللي قال عليه المعلم مدبولي. يا معلمه خليك وسط خير. امال يه يا معلم، يعني عايزني اكلك ملجوزي ولا ايه؟ لا سمح الله. بحسب. الله الله الله. مش هي دي البت فله؟ شبهها تمام. شبهها ده يا معلم، ده هي بعينها. هي؟ ايوه. الصفحه الحلوه الصلاة على النبي. صباح الخير. صباح النور يا فله. ايه اللي عمل فيك كده يا بت؟ قولي لي، ايه اللي لبسك اللبس ده؟ سيبها لي انا يا معلم، احنا الستات زي بعض، ولما قطعها اربعه وهو فكها تعريفات محدش هيقدر يتكلم. استني بس، انت يا راجفه يا بنت ده سؤول واللي سايبها عليك. لا لا لا، انا قلبي كان حاسس انها عايزه تتجوزك يا معلم. لا حضرتك فهمتي غلط، انا عايزه اقول لك انا كنت جايه اتحقق بس. تتحقق من ايه لا مؤاخذه؟ لا احنا مجرمين ولا قاتلين قتله. مش قصدي برضو ده، انا قصدي اتحقق يعني اتاكد ان انت رجعت. رجعت منين ولا مؤاخذه وانت مالك؟ قولي لي انت وراك ايه؟ ما هو انا كنت جاي عشان انت يا بنت، انت وراك سر كبير وانا لازم اعرفه. عاوزه من ايه؟ لا لا لا، ما فيش سر ولا حاجه يا بنت. انطعي ولا خلي السوق كله ينطعي. سيبها لي انا معلم، انا هفرجك عليها. لا وانا ما
لسه اغنى عنك. كلمها بس. بس بس اهدوا. انا خلاص انا انتوا صدقوا فاهمين غلط. انا همشي همشي. اسمعي. ايوه. تمشي وما تهوبيش هنا تاني. لو شفتك هقطع رجلك. ماشي ماشي. سلام. دلوقتي على طول. تروح فين يا سعيد؟ انا بقيت مش طبيعي. وعامل ايه مع صاحبك يا نديم؟ الحمد لله. يعني مصر تقعد عنده برضه؟ ده اكيد. يا سلام. هو ماله بيتنا بقى؟ علشان مدام ريم تبقى على حريتها. ما تنساش برضه يا احمد ان انا غريب عن العيله وكل بيت له حرمته. ربنا يزودك عقل على عقلك يا ابني. عشان كمان مراتك تبقى على حريتها يا رخ رح. معنى كده مش هشوفك غير بره بقى ولا ايه؟ لا ازاي، هاجي ازوركوا طبعا. لا كده ولا كده، هي كلها يومين ثلاثه ويرجع بيتهم ويكون بابا هدي. الله، ده زمانهم هيتجننوا دلوقتي يا حبيبي. لا يا ماما، انت فاكره كل الناس زيك بقى ولا ايه؟ ايوه طبعا، ده اب وام يا ابني، زمانهم على نار دلوقتي. هو ده بالظبط اللي بفكر فيه، دول وحشوني قوي. خد يا نديم، خلي دول معاك. شكرا دكتورة، أنا معايا الحمد لله. جرايا نديم، هي ماما زي مامتك ولا إيه؟ آه طبعا. خلاص، لو ما خدتهمش هزعل منك. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه يا فندم، حقيقي مش عارف أقول إيه لحنانك ده، أنا متشكر قوي. لا شكر على واجب يا حبيبي. كفاية اللي عملته عشان يا نديم. اللي عملته عشانك ده ملوش ثمن يا أحمد. لا، ده حقك. أحمد ما قصدوش كده، ده اللي عملته لو نقدره ملايين الدنيا كلها ما تكفيش. بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائما ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. الأشخاص اللي يعانوا من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضا مشاكل باللثة. سنسوداين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج، يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن. أنا أنصح فيه لأنه فعال. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائما ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. إذا أمك هالمرة لزمت على الطلاق من أبوك وتمنعيني. أنا ما أخذت الشهادة وتعلمت علشان أقعد في البيت وأصير خدامة. يبا أديني عليها، وأنا بعد متحملك ومتحمل مصايبك ومشاكلك. واللي كل مشاكل مشاكل. ألو. أنا ذكية وفطينة وما حد يقص علي. تربيتك لا تحاتي. إن فات الفوت يومياً الخامسة والنصف مساء على قناة ذكريات. شو رأيك تشاركني؟ زيدان، هالإنسان ما برتاح لي. شو؟ مثل ما عم لك. تلاقيني شي شغل عندك. حر
الحرامية. يا سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو بين المشروع فيه؟ هذا الماس مو حي الله. بس مجوهرات تأخذ العهد. تل اللوز يوميا السابعة والنصف مساء على قناة ذكريات. لن يفوت هذا بسلام. مفاجأة لي؟ أهناك أحد؟ ماركو ماركو، هم سرقتم من أمي؟ إنهم يسابقوننا. هل يلمك جرفك؟ إذا أصبتني هذا هو معمل الشفر؟ وداعا ماركو يوميا الرابعة مساء على قناة ذكريات. الحال متدربك خالص يا أستاذ صفت، ما حدش عارف نهايته. ربنا يستر. ملك يا أستاذ؟ لا أبدا. أمال فين المدام؟ عند باباها، أصلها تعبانة شوية. لا ألف بعد الشر عليها. هما ما قالولكيش هيتأخروا ولا لا؟ كل واحدة خرجت لوحدها، ست ندى مع أحمد، وست نيم مع نيفين، ودتها عند واحدة صاحبتها. صاحبة مين؟ نيفين. أصل البنت زهقت من قعدة البيت لوحدها يا حبيبتي، والله قلبي متقطع عشانها قوي يا أستاذ صفوت. إيه مين دي؟ نيفين. لا أنت مش معايا خالص يا أستاذ. معلش أصلي مشغول شوية. اهلا يا صفوت. اهلا بيك. اهلا يا استاذ صفوت. اهلا يا احمد. ها اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اتفضل اقعد. عظيم. امال فين فوزيه؟ بتوضى دولابكو يا ابني. طب بعد اذنك انا بقى. اتفضل. امال ريم اهي جت. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك؟ رحت السوق ولقيتيه؟ كانوا هيضربوني. ليه؟ لانهم عرفوا ان انا مش انا. يا ساتر يا رب. اعمل لنا قهوه يا سعديه. اعملي لنا كلنا من عيني. الجواب ده جالي النهارده. جواب ايه ده؟ تهديد. لمين؟ ليه؟ جواب تهديد ليه يا ندى؟ عشان ايه؟ لو شارك معايا او معاكي في اي حاجه. وريني الجواب ده. الجواب ده فعلا عن طريق البوسطه وخارج من بوسطه مصر الجديده. بصراحه يا جماعه انا جيت احذركم، الموضوع باين عليه مش سهل. ودول عاوزين ايه؟ ودول مين؟ وبيبعدونا ليه؟ اكيد دول عصابه كبيره. طب والعصابه دول مالهم ومالنا؟ ما احنا قلنا لك قبل كده يا مدام ريم، الظاهر واحنا بندور على ايمن بنكشف حاجات تخصهم وممكن تضرهم. ومال ايمن ومالهم اساسا؟ القهوه. في حاجه تانية كفلنا الشر؟ حاجه ده حاجات. يسلم سترك يا رب. ناس يدخلوا كنبة وبعدين ياخدوها تاني والدرج يتكسر وجوابات تهديد ومتولي يظهر تاني ومدبول يسافر وأيمن ما يرجعش والعربي يختفي. اديني جواب يا ندى. اشمعنى؟ هبلغ البوليس. ايوه بس الجواب ده باسم انا. هوديه مع جواب التهديد بتاع ندى. هاتي جواب بتاعك يا ندى. قطعته. ليه؟ صفوت ممكن تيجي معايا البوليس نبلغ عن الجواب ده وانا ابلغ عن كسر الدرج بتاع المكتب. طب هنقول لهم ايه اللي اتسرق من المكتب لما الدرج اتكسر؟ معرفش بس اكيد في حاجه اتاخدت من الدرج. ما انا معرفش كل الحاجات اللي موجوده جوه الدرج. يلا يا صفوت.
في ايه يا جماعه؟ يلا يا صفوه. على فين؟ روح معاهم يا. فين؟ الاسم. خير ان شاء الله. هتعرف معنا في السكه. يلا يلا يا صفوه. يلا يلا, يلا بينا. ايه خير؟ حصل حاجه؟ خير باذن الله. معقولة هنا؟ أيوة. أنا خايفة. خايفة من إيه؟ ما تخافيش، تعال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضلي. ندى، أنا أم. طبعا. وإنتي أم. وإذا كنت غلطت معاكي زمان أرجوكي سامحيني، ما كنتش عارفة، لكن لما جربت النار اللي انتي كنتي عايشة فيها لما ابنك بعد عنك حسيت قد ايه أنا كنت غلطانة. المسامح كريم، وأنا أم مرضاش بعذاب أي أم. عايزة أشوف ابني. مش عندنا. حرام عليك يا بنتي، انتي أم، هتبقي أم قريب. ايه مالك؟ في ايه؟ تعبانه قوي، مش عارفه ليه. اطلعي استريحي نامي، ولو ده اتكرر لازم تعرضي نفسك على الدكتور. ندى، انا ما بنامش. نديم ساب البيت وابوه مرمي في المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله. عنده ايه؟ ما انت عارفه، عنده القلب، وبعد ما طرد نديم جات له أزمة جامدة قوي. حد يطرد ابن زي نديم برضو؟ اللي حصل بقى، أنا هخلي نديم يرجع لك بكرة بإذن الله. نديم هيرضى يجي لوحده؟ ده نديم صاحب أكبر قلب، ده أول ما يعرف إن أبوه عيان هيجري على البيت. يعني استناه. استنيه بإذن الله. سامحيني يا ندى. المسامح كريم. عن إذنك. مع السلامة. مش قادرة. إيه؟ تعبانة؟ تعبانة قوي. طيب البسي هدومك عشان اوديكي للدكتور. مش قادره استحمل. مالك يا دناير؟ لبسيها لبسيها عشان اوديها للدكتور. حاضر. يلا انا مستنياكوا تحت. حاضر. يا رب يا رب استرها معانا يا رب. تعبانه قوي ياما، الحقيني يا رب يا رب. لازم يا نديم تروح لماما بسرعه. يا حبيبي انا وعدتها. باباك تعبان قوي يا نديم. خلاص؟ طيب مع السلامة. ها عملتوا ايه؟ رفعت الطماط من على المكتب. طيب وجواب التهديد؟ يعني بيقولوا انهم هيتصرفوا. فوزية. فوزية الظاهر ملهاش نصيب في اللي ببطنها. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما نجيب لها دكتور. أنا لما سمعت صرختها الأولانية طلبت لها الإسعاف. أنا عرفت الحال. الحقيقة يا بابا. سامحني يا بابا. أنت اللي سامحني. أوعى تقول كده يا بابا. ده ابنك. يا حبيبي يا ابني. أطلب من ربنا يسامحني. إن شاء الله يسامحك. إن الله غفور رحيم. ويسامحنا كلنا. دعوة الولد الصالح كبيرة. ادعي لي يا ابني. بإذن الله ربنا هياخد بيدك وتقوم لنا بالسلامة. ويسامحني. يسامحك إن شاء الله. مريم مش هتسيبني تاني. أبدا يا بابا. أنا سبتك بس عشان ما زعلش حضرتك. خلي
خلي احمد يسامحني يا عمي. بسامحك يا بابا، ووالدته كمان بسامحك. الست قلبها مليان حب. ياما قلت لكم كده، محدش صدقني. الواحد ما بيتعلمش ببلاش. بس انا سعيد يا بابا، سعيد يا بابا، سعيد ان احنا هنرجع لاسره واحده كلها حب وود. مش بس لو قمت يا ابني. هتقوم يا بابا باذن الله، هتقوم. شدي حيلك. تعبانة قوي ياما. يا حبيبتي يا بنتي. انت تعبانة قوي يا ماما. لا دلوقتي تبقى كويسة، هتقوم بالسلامة. جرى ايه سعدية؟ ما تمسكي نفسك، ما يصحش كده. ده انا ما عنديش غيرها يا ست مادة. ما هي حبيبتي هتقوم بالسلامة بإذن الله. يا رب. ماما، العملية دي خطيرة؟ لا أبدا، دي بسيطة خالص. أول مرة اكتشف إن نديم أخويا فعلا كان على حق. ليه بقى إن شاء الله؟ لأنه كان عارفك من الأول. قال لا. أيوة بس أبوكي قال انخدع فيك. لا 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 لا، معلش خليكي ذكية. أبوكي لما قال قال لأن حقيقته هي حقيقتي. ولو أنت ذكية شوفي لما وقع، لما نقى الحلم بتاعه بيتهد وهو عمال يبني ويكبر فيه دور ورا دور، ما قدرش يستحمل. طلقني من غير ما تقولي حبيبتي. انا كنت هقولها دلوقتي وحالا. بره. اوعى تفتكر ان انا هحزن واعيط عشان خارج من بيت الوطويط ده، بالعكس. بره بره. ورقتك هتوصل لك في عربات. ضاع الحلم يا احمد. مش يمكن ربنا عمل كده عشان نبدا حياتنا من جديد. اوعي تعترضي على حاجه قسمها صاحبها. اوعي، ودايما قولي الحمد لله وكفايه انك قمتي بالسلامه. فوزيه، يعني انت مش زعلان؟ معقوله فوزيه ازعل؟ مش ممكن طبعا. كفايه الدرس اللي انا خدته، ولا انت نسيتي؟ لا. يبقى خلاص نرضى بقى بالمقسوم ونقول الحمد لله. الحمد لله، بس أنا خايفة. لا لا. إيه يا فوزية؟ لا تسيبني يعني بعد ما تسمو كلامي. فوزية أنت شايفاني بالأخلاق دي؟ لا كده أنا بقى زعلت منك بجد. طب خلاص، لسه زعلان؟ مش ممكن أزعل منك أبدا، إلا إذا يا فوزية أعرف مامتك. ومامتك كمان. بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائما ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. الأشخاص اللي يعانوا من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضا مشاكل باللثة. سنسوداين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج، يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن.
أنا أنصح فيه لأنه فعال. الألم بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان. عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. أعزائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا تساعدني في تثبيت هذه اللوحة؟ ينفع هذا؟ هل سمعتم في اليوم العالمي لأوضاع الطفل؟ أصنع بعض الورود من الورق الملون. اسمع النصيحة وكامل كلام. مكتبة الأطفال يوميا الخامسة مساء على قناة ذكريات. الأمل رجع والحق رجع لأصحابه. على فكرة نديم، اللي حصل ده كان صعب أوي لدرجة إن أنا لما سمعته ما صدقتوش. هو فعلا كان شيء صعب، لأن برجع حق وبرجعه من مين؟ من أبويا. أنا قلت أكيد نديم عمل اللي عمله ده مقابل شيء صعب. طبعا اتفضل. علشان كده أنا رضيت إن أنا أضحي بنفسي. شفت بقى تضحية أهو، مش قلت لك طالع لصاحبك ما صدقتنيش؟ ما صدقكش ليه؟ أنا صدقتك بدليل إن إحنا لسه أصدقاء لحد دلوقتي. لما عرفت اللي حصل عرفت قد إيه إنك مستعذب، وحمدت ربنا إن ما خدتنيش الكرامة ومشيت. مشيت لإيه يا بنتي؟ هو أنا كنت هسيبك برضه؟ يا سلام، يعني كنت هتاخدني غصب عني؟ لا طبعًا، بس هو كان هيوصف لك نديم بشكل صح. أوصف لها إيه وشكل صح؟ هي فاكماك أكتر مني. بقول لك إيه؟ أخبار الدكتورة ندى إيه؟ عاملة إيه؟ هتعمل إيه يعني؟ وإزاي وافقتك على اللي عملته ده؟ الحقيقة هي كانت رافضة، لكن أنا اللي أصريت. دكتورة ندى دي إنسانة عظيمة أوي، أنا بحبها جدا. على فكرة يا أستاذ نحن هنا، وعلى فكرة كمان أنا بغير جدا جدا جدا. يا سهى، الدكتورة ندى دي زي أمي. وليد طلقني من أمي. إيه؟ بتقولي ايه؟ اللي سمعتيه خلاص، مستقبلي راح. اللي حصل حس انه كل حاجه راحت ومفيش حاجه جايه. يا ساتر يا رب على الناس. ترى يا ماما كان متجوزني مش عشان بيحبني ولا عشان عايز يعيش معايا، لا، عشان يوفر على نفسه كل حاجه. ما صدق وقال لي مراتك هتوصلي قريب جدا. شفتي يا ماما؟ يمكن بيقول كلامه بس. لا لا، حبيبتي اذا كان طلع كده يبقى البعد عنه غنيمه.
ماما شفتي عمايل نديم ابنك عملت فينا ايه؟ ماما وقع وولد راح ومستقبلي راح. انتي يا رشا، انتي يا حبيبتي، كل اللي يجيبه ربنا كويس، كل اللي يجيبه ربنا كويس. المهم خلينا جنب بابا، اوعي تقولي له حاجه. اقول له ايه بس يا ماما؟ اقول له ايه؟ كفايه اللي هو فيه. بجيب الباسبور بتاعي عشان مسافر النهارده. ايه من غير فيزا؟ لا ازاي، ما هي الفيزا. يعني ايه؟ يعني مزوره اكيد. اه طبعا مزوره، ما انا ما اقدرش اطلع فيزا، ما انت عارفه. على فكره انا من شويه شفت ناس خارجه من عندكم معاهم ظابط. ايوه بياخدوا البصمات. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مكتب ايمن اتكسر. اه في حاجه ضاعت؟ الله اعلم. طب بتشك في حد؟ انا قلت لهم على كل اللي في البيت، اخدوا بصماتي انا وندى واحمد وصفوت والشغالين كلهم. طب لو مؤاخذه يعني ممكن اشوف المكتب اللي اتكسر ده؟ ليه ان شاء الله؟ يعني اشوفه اتكسر ولا اتفتح؟ خبره بقى. لا قولوا لي الاستاذ صفوت فين امال؟ لسه مروح دلوقتي. ليه خير؟ اصله حشري وغيتك بصراحه. ما تفضلي يا مدام، اتفضلي. تعال. اتفضلي. ايه مش هتجيبي نديم؟ ماما هيوصلوها بالليل. ايه يا ست ندى، الحمد لله قامت هي بالسلامه. يعني ايه كويسه؟ كويسه قوي، اطمني. مالك يا خاله؟ اصل بنتها كانت حامل والبيبي يعني كل شيء نصيب. الحمد لله الحمد لله يا رب. امال فين ابن حضرتك؟ مع مراته في المستشفى. ربنا يخرجها بالسلامه. فين بقى المكتب؟ اهو هنا. لا المكتب مش مكسور. والشبابيك كلها سليمة. أنا قلت كده. قلت إيه؟ قلت إن كل شيء سليم، يبقى لازم دخل من الباب أو احتمال يكون حد من البيت هنا تاني. يا ريم الله، كل شيء جاهز الايام دي. لا كفايه بقى لحد كده، كفايه. انت ايه اللي مزعلك؟ عشان انت قبل كده قلتي ان ممكن احمد يكون هو اللي عمل كده. يا جماعه ما تروقوا كده وصلوا بينا على النبي. اللهم صل عليه. الله. ايه اللي بيضحكك؟ اصل بصراحه بقى كده انتوا عاملين زي القط والفار، حضرتها القط وسعادتك الفار. لا انت باين عليك فايق قوي. عن اذنكم دقايق. اتفضل. طولي بالك عليها شويه، انت ست العقلين. طب والله صعبانه عليا. ومين قال لك انها مش صعبانه عليا؟ انت ناسي ان جوزها هيبقى اخويا. ده انا ماليش غيره، ده اغلى حاجه عندي في الدنيا. ده انا كنت هخسر ابني لما جاب سيرته. ليه لا مؤاخذة، هو ابنك قال عليه ايه؟ مش مهم. اللي انا عايزه اقوله لك ان الحال من بعضه، ويمكن ظروفي انا اكتر، لولا بس ان انا بستحمل لغايه الغايب ما يرجع. ربنا يرجعه بالسلامه وكل مشاكلنا تتحل. طب استاجز انا بقى، بس لا مؤاخذة عاوز اقول لك حاجه قبل ما امشي. اتفضل. يا ريت تخلي بالك عليها شويه، دي غلبانه، وبعدين ما تخليهاش تعرض نفسها للخطر. يا ما قلت لها، لكن ما فيش فايده. يا احمد جه. الحمد لله بالسلامه. شد حيلك يا بطل. شد على الله. انت قلت ايه؟
بقول له شد حيلك يا بطل، ما هو بطل اهو. نفس الكلمة. كلمة ايه؟ نفس الكلمة اللي كان دايما جوزي يقولها لأحمد. جري خضتيني، انا قلت في جناية حصلت ولا حاجة. لا اصل ايمن فعلا كان بيقول لأحمد نفس الكلمة. ويعني ما يقولها، هي حكر عليه ولا كان سجلها بالشهر العقاري في اسمه؟ ما ياما ناس بتقول كلام ناس لكل الناس. الله الله الله، استأجز انا. سلام يا بطل. استنى استنى، تقولي مين هي دي اللي جت؟ ايوه متولي لازم يستخبى. ليه يا ماما؟ البنت كده ممكن تتعرض لهزة عصبية، كل يوم والتاني بتشوف واحد شكل ابوها. هزة عصبية؟ لا يا ربنا ما اجيبش حاجة وحشة. استخبى. استخبى. تعالى استخبى هنا. استخبى. يلا. طب قولي كل يومين. ليه يا مامي؟ انا بحبهم قوي. نبيل اطلعي يا حبيبتي، خدي حمامك وغيري هدومك. خليني معاكم شويه يا طن، انا مش بشوفكم كتير وبقعد لوحدي من ساعه بابي مسافر. طيب يا حبيبتي، طيب اطلعي خدي حمامك وبعدين انزلي اقعدي معانا. يلا يلا حبيبتي يلا. تعال تعال خلاص اطلع. لا إله إلا الله. إيه؟ لا إله إلا الله. بيت كلامها أثر فيها أوي بصراحة. حنين أوي حضرتك. إنسان يا عمنا، والإنسان لازم يكون عنده شوية حنية خصوصا مع الأطفال، ولا إيه؟ 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 إنت هتخش لي قافية؟ يا عم أنا ماشي، وإن شاء الله بعد ما أرجع من السفر أنا بنفسي هبقى أجي أطمن على البيت الغلبانة دي. سلام سلام. السلام. متأثر قوي زيادة عن اللزوم. أصلا عنده إنسانية بقى، واحد زي ده يكون عنده عواطف وإنسانية؟ مش ممكن طبعا. أي إنسان ممكن يكون عنده عواطف وإنسانية حتى ولو كان مجرم في بعض ساعات، وخصوصا قدام الأطفال. أحمد أنا عايزاك. تحت أمرك يا ماما. انا عايزك تروح تزور عمك في المستشفى. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ بعد اللي عمله فيا ده مريض يا ابني. لا اسمع كلام ماما يا احمد، المرض والضعف يحتاجوا الرحمه. مش قادر انسى. انسى زي مامتك ما نسيت. نسيت يا ماما؟ ايوه، ما دام الانسان يحس بالندم يبقى احنا لازم نصفح ولا ايه؟ حاضر يا ماما. ربنا يهديك يا حبيبي. طب بعد اذنك انا بقى. اتفضل. بتفكري في ايه؟ اللي حصل كلامها أثر فيها أوي بصراحة. حنين أوي حضرتك. إنسان يا عمنا،
والإنسان لازم يكون عنده شوية حنية خصوصا مع الأطفال ولا إيه؟ لا دي مش إنسانية. أجيبه منين؟ أجيبه منين؟ أحمد، أحمد يا بابا. أحمد ألف بعد الشر عليك يا عمر. سامحني يا عمر. بيسامحك يا عمر. عاوز أموت أنا وأنا مرتاح. ربنا يديلك طول العمر يا عمر. خليك جنبي، خليك جنبي. أنا تحت أمرك يا عم. عاوز مديتك تسامحني. ده هي، ده هي اللي بعتني ليك يا عم. اقعد يا أحمد، في عناية الاثنين. لو الإنسان يعرف إن مفيش حاجة بالدوم ما كانش عمل أي حاجة تغضب ربه ولا زعل الناس الغاليين عليه. بابا لو سمحت بلاش تعب نفسك. الدكتور قال إيه؟ لازم تستريح. ريح نفسك يا عم. نفسي نفسي ارتاح، نفسي ارتاح فعلا. سامحني يا رب، ربي سامحني. احمد. ايوه نديم. ايوه بابا. حطوا ايديكم في ايدين بعض. انتوا ولاد عم يعني، يعني زي الاخوات واكتر. ورجاله عندكم امين، خلوا بالكم منهم، احموهم من شرور الناس يا ابني. كفايه بابا. وانت يا نديم خلي بالك من والدتك. وانت يا احمد. ايوه بابا. انا مش عايز اوصيك على امك. خلي بالك من والدتك يا بابا. ارجوك استريح. خلينا اخلص كلامي يا ابني. نديم امك ستك طيبه قوي، مش هوصيك عليها. كفايه يا عم. بابا ارجوك استريح. انا فعلا عايز استريح. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أحلامنا قادرة وجريئة تجرح قلوب.